تغطية مباشرة من النيل لتطورات الأوضاع في غزة. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على التنسيق المستمر بين مصر والأردن لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة مباحثة ثنائية بالقاهرة شهدت الترحيب بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذلك تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين عقدا جلسة مباحثات. رحب خلالها السيد الرئيس بأخيه العاهل الأردني مؤكدا الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة. أضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات شهدت ترحيب الزعيمين بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة وتأكيد الجانبين لرؤيتهما المشتركة إزاء ضرورة استمرار العمل المكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية الكافية لأهالي القطاع دون إبطاء، وذلك تجسيدا للتوافق الدولي والمتمثل في قراري مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذوي الصلة مع رفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذا تأكيد رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة. هذا وقد استعرض الزعيمان جهود البلدين للتواصل مع كافة الأطراف من أجل تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين، وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاستغلال الهدنة الحالية لإغاثة أهالي غزة وتخفيف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع. كما أكد الزعيمان أن أي جهود لاستعادة الاستقرار في المنطقة يجب أن تستند إلى إطلاق عملية سياسية متكاملة بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وحصول الجانب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هذا وقد غادر جلالة ملك الأردن عقب انتهاء المباحثات. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، بعد التحية، يعني كيف تبعت القمة المصرية الأردنية اليوم وما أكد عليه الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله من رفض التهجير القسري لسكان غزة؟ يعني دكتور مختار سنكون معك بعد لحظات، لكن دعونا مشاهدينا نتابع هذا الجانب من جلسة مجلس الأمن الدولي. خطر بحياتهم للإبلاغ عن هذه المأساة الإنسانية الكارثية. حضرة الرئيس، ترحب دولة فلسطين بالاتفاق على هدنة، وهو ما تم التوصل إليه بالأمس، ونعرب عن تقديرنا لكل من ساهم في التوصل لهذا الاتفاق، ولا سيما إخواننا من مصر وقطر. كل 10 دقائق بدون قصف ننقذ طفلا فلسطينيا. المئات من الأطفال الفلسطينيين لن يقتلوا بفضل هذه الهدنة، وندين بهذا لهم ولكل المدنيين في قطاع غزة أن ننهي نهاية حاسمة لهذا الاعتداء الإجرامي على الشعب الفلسطيني. كل من ساهم في إيقاف هذا الجنون ينبغي أن يجتهد الآن من أجل ضمان سبيل نحو الأمام، يمنع استئناف هذا العدوان، فهذا هو السبيل لحماية المدنيين، وهو منع انتشار الأزمة إقليميا
ولمساعدة الملايين الذين يعانون من هذه الكارثة الإنسانية التي فشلنا في منعها، ونطلق صراح رهائن، فإن استئناف العدوان سينتقص من كل هذه المقاصد. أريد للكل هنا أن يفكروا في الأب الذي حمل طفله المصاب ولم يستطع أن يجد مستشفى لإنقاذه إلى حين أن مات بين ذراعيه، ولم يستطع دفنه فحامله، ويحمل هذا الحب الضخم الآن والذي تحول إلى أسى وحزن، وحامل ابنه لأميال ومن إلى لا وجهة. أريدكم تذكر فتاة تهدئ أخاها الصغير بكلمات لا ينبغي لأي طفل أن يتفوه بها أبدا، بعد أن ودع كل منهما أخاهم الميت في المستشفى. أريدكم تذكر طفل صغير يرجف في المستشفى التي أطلعت طفلا آخر على جروح هذا الطفل. أريدكم تذكر المواليد الذين أخرجوا من حضاناتهم يلتقطون الأنفاس في رئاتهم غير المكتملة ويموتون. تذكروا هذه الصور قبل أن أسمح بعد أيام قليلة أي تبرير لاستئناف هذا العدوان المرعب. في الأيام المقبلة القليلة ستستطيع أفراد الأسر أن يعتنقوا بعضهم وأن يبدأوا تضميد الجراح الممكن تضميدها، بما في ذلك الأسر التي ستجتمع مرة أخرى بذويهم المحتجزين الذي كانوا محتجزين. لا يمكن أن تكون هذه مجرد هدنة قبل عودة المجازر مرة أخرى. حضرة الرئيس، كان قرار هذا المجلس واضحا بشأن المهام الضخمة المطلوبة خلال هذه الهدنة، تمكين وصول المساعدات بسرعة وبأمان وبدون معوقات، وتيسير توفير المساعدات في كل أنحاء قطاع غزة، وإنقاذ الآلاف العالقين تحت الأنقاض واستعادتهم. ينبغي أن يتم هذا فورا. ورفض القرار كذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك خطير للقانون الدولي، وبالفعل أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في غزة نزحوا قسرا من منازلهم. هذا غير إنساني، هذه جريمة ضد الإنسانية. قالت إسرائيل أن هدفها هو الأمن، ولكنها لم تستطع إخفاء خططها الحقيقية وهي التهجير القسري للفلسطينيين. هذه النوايا بدأت بتلميحات ثم أصبحت صريحة في مقابلات وفي مذكرات ومقالات صحافية كتبها كبار مسؤوليهم. القيادات الإسرائيلية تتحدث عن إعادة التوطين الطوعي، هذا هو الاسم المشفر للتهجير القسري. ما الطوعي في القصف وفي الحصار وفي القتل وفي التشويه وفي الاعتقال وفي الإهانة؟ حرمتم 2.3 مليون شخص من سبل العيش والبقاء على قيد الحياة، ثم تخبرونهم بأن لديهم خيار: ارحلوا عن هذه الأرض أو ارحلوا عن هذا الكوكب. هذا هو الاختيار المتاح. صدمت إسرائيل بأن أعوام من الحياة غير القابلة للعيش. لم تقنع الفلسطينيين بالرحيل. إننا نحب أرضنا، نحب قطاع غزة، ونحب كل شبر في أرض فلسطين. وحتى
عندما نواجه خطر الموت لا يزال الفلسطينيون يريدون البقاء على أرضهم. الشعب الفلسطيني يحق له الحرية والكرامة على أرضه وفي حياته. ما من تهجير وما من وكفى بالتأخير، ينبغي للنكبة أن تنتهي، وأكرر ينبغي للنكبة أن تنتهي. اليأس والدمار لن يعطي إسرائيل الأمن أبدا، فإن سلب الأراضي والتشريد وحرمان الفلسطينيين من الحقوق لم يحقق الأمن لإسرائيل أبدا. حضرة الرئيس بينما تدعي إسرائيل أنها تحترم قواعد الحرب، فلم تستطع أن تقيد نفسها من الاعتراف بجرائمها، فبياناتها وأفعالها وأهدافها الواضحة كلها تجتمع لتؤكد على نيتها. تدمير الدولة الفلسطينية وطموحاتها المشروعة، أكرر، نيتهم الحقيقية هي تدمير الدولة الفلسطينية وطموحاتها المشروعة. من تسمية الفلسطينيين حيوانات إنسانية أو بشرية وفرض الحصار عليهم ومعاقبتهم عقابا جماعيا والدعوة إلى القضاء عليهم والقصف العشوائي والواسع النطاق واستخدام القوة الوحشية بأيدي جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، فكل الأدلة تجتمع وتؤكد على الهدف الحقيقي. لقد شهدتم على هذه الفظائع التي لم تكن ممكنة إلا بسبب الإفلات من العقاب المنهجي. ما من إنكار بأن الأسر الإسرائيلية عانت يوم وتعاني بسبب يوم 7 أكتوبر، ولكن إسرائيل لا تواجه خطرا وجوديا، وإنما فلسطين تواجه ذلك. إسرائيل لا تدمر وإنما فلسطين تدمر. نحن في يوم 22 من تشرين الثاني نوفمبر، والقنابل لم تتوقف ليوم واحد ل 45 يوم حتى الآن. الاعتداء على حياتي وكرامة شعبنا في غزة وفي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي كل مكان في فلسطين المحتلة لم يتوقف لدقيقة واحدة. كل أسرة فلسطينية قد تعرضت لألم وخسارة في صلب وجودهم، ومنذ أسابيع قليلة فقط رئيس الوزراء الإسرائيلي خاطب العالم من أهم منصة في العالم، منصة الجمعية العامة، وعرض رؤيته لشرق أوسط جديد، ولا يحمل فلسطين على الخريطة. ولكل من ثار غضبا بسبب شعار من النهر إلى البحر، فهذه هي الخريطة التي حملها رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا في الأمم المتحدة. هذه هي الخريطة من منبر الجمعية العامة، تمحو دولة فلسطين وشعب فلسطين. إسرائيل من النهر إلى البحر، إسرائيل من النهر إلى البحر، بلساني أو أثناء خطابي رئيس وزراء إسرائيل. وأضاف كذلك الجولان السوري الذي ضمته إسرائيل بلا حق. كلكم كان يعلم أن هذه هي النية الإسرائيلية، محونا من وجه الأرض، وهو ما لن يحدث أبدا، لأننا موجودون منذ بداية التاريخ وبداية الزمن، وسنبقى موجودين كشعب فلسطيني
غيور في وطنه دولة فلسطين. ما ترونه اليوم في الضفة الغربية وفي غزة هي محاولة جعل هذه الخريطة واقعا. ينبغي أن يوقف نتنياهو بقيادتنا نحن في ثباتنا في وطننا فلسطين. آن الأوان لنرسم طريقا مختلفا حيث الشعب الفلسطيني لا يحرم من حقوقه الوطنية في تقرير المصير، الدولة وحق عودة اللاجئين، حيث لا ينكر أحد الوجود الآخر، واقع تعيش فيه دولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة، حيث لا يقتل فلسطيني أو إسرائيلي، حيث نتمنع بحرية وأمن وسلام بالتساوي. الفظائع التي شاهدناها في هذه الأسابيع الأخيرة ينبغي أن تقودنا إلى استنتاج واحد ممكن: ما من حل عسكري لهذا النزاع؟ ما من حل غير الحل السياسي؟ وما من سلام ممكن في الشرق الأوسط بدون تسوية قضية فلسطين، بدون توصل إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف؟ حضرة الرئيس، لدينا من يحتج ويقول بأن قتل من يؤمن بالسلام في السلام وفي فلسطين في الأسابيع الأخيرة يظهر أنهم كانوا مخطئين أن يؤمنوا بأن السلام ممكن، وأننا نرى أن هذا يثبت ويرون أن هذا يثبت أن كان علينا الاستماع إليهم، ربما كنا سنتجنب هذه الأيام القاتمة. ديما الحاج، والتي تحدثت عنها أختي سفيرة الإمارات العربية المتحدة، ديما الحاج كانت بنت 29 سنة وكانت جزءا من فريق صدمة نفسية التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقالت منذ أشهر أنها تفتخر بعملها لأنها ساهم في إعطاء الناس الأمل وإعطائهم فرصة جديدة في الحياة، وقتلت مع زوجها ووليدها ابن الستة أشهر وأفراد كثيرين أخر، 50 فرد في أسرتها ومجتمعها. وفيفيان سيلفر قتلت يوم 7 من تشرين أول أكتوبر، وقررت كثيرا أمه من طريق نحو السلام، وإما السلام هو الطريق. أدين لهم بضمان سيادة الأمل وسيادة السلام. لكي نحدث ذلك يجب أن نبدأ بوقف هذا الجنون، ويجب أن نتأكد من سيادة الأخلاق والشرعية والإنسانية. سيدي الرئيس، نحن نعترض بما لا لبس فيه، نعترض على قتل المدنيين، وظلوا ملتزمين بسيادة القانون. أكرر، نحن بشكل لا لبس فيه نعترض على قتل المدنيين ونظلوا ملتزمين بسيادة القانون. كنا واضحين، نؤمن بالعدالة وليس بالانتقام. لا نبرر مقتل مدني إسرائيلي واحد بينما كانت إسرائيل تحشد جهازها للدعاية كاملا لتبليل مقتل أكثر من 14,000 فلسطينيا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال. لا ينبغي أن يوافق أحد على الفظائع بحسب هوية الجنات. الضحايا هم من يستحقون منا التضامن، وهذا يشمل الضحايا من الفلسطينيين بما في ذلك من يتواجدون تحت الحصار والانفجارات، وأولئك المحتجزين قسريا، وأولئك
الذين يعانون من الاحتلال والتمييز العنصري، الفصل العنصري. أمامنا عدة أيام لحشد الهمم لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وأمامنا نافذة ضيقة لتعزيز السلام لا يمكن أن نبتعد عنها. سيدي الرئيس، ماذا سنقول لهذا الجيل من الشباب الذي شهد حروبا وخرجوا من حرب كي يدخلوا في التالية، ويحاولون التشبث بالحياة ويحاولون إيجاد السبل لمستقبل أفضل ندين لهم بتحسين الأداء؟ يجب ألا نتغافل جراح الآخر أو صدماته أو تاريخه، ولا يمكن أن نستبعدها، ولكن هذا الاحترام يجب أن يقوم على رؤية مشتركة من أجل المستقبل فيها يمكن أن نعيش جميعا ونترك الآخر كي يعيش في حرية وكرامة وفي سلام وأمن، لا في ظل حياة تكون على حساب حياة الآخر. ما من تعايش مع الخضوع أو الهيمنة، لقد حان الوقت لقرارات جريئة وأعمال حاسمة منا جميعا، مستهدين بواجب إعلاء القانون الدولي والحاجة الماسة لتعزيز الحريات والعدالة والسلام. وشكرا يا سيدي الرئيس. معذرة، عندي اجتماع يجب أن أركض إليه، ولقد بلغتك بذلك بالفعل. أشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة، وأعطي الكلمة الآن إلى إسرائيل. شكرا يا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس، تابعنا مشاهدينا الكرام كلمة المندوب الفلسطيني أمام جلسة مجلس الأمن الدولي السفير رياض منصور، متحدثا عن الموقف الفلسطيني الراهن إزاء هذا العدوان الإسرائيلي، وقال إن المهمة المطلوبة خلال الهدنة تكمن في وصول المساعدات العسكرية الإنسانية بسرعة ودون معوقات وبأمان إلى سكان قطاع غزة، وتيسير ذلك وإنقاذ آلاف العالقين تحت الأنقاض، ورفض التهجير القسري للعديد من الفلسطينيين. وقال إن إسرائيل هدفها الأساسي هو التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما بدأت به بتلميحات ثم أصبحت صريحة مؤخرا وظهرت جلية في مقالات كتابات إسرائيلية كثيرة، وتم تسمية التهجير القسري بإعادة التوطين الطوعي، وكيف يكون طوعيا في ظل القصف والاعتقال والإهانة وهذا الدمار. قال إننا نحب أرضنا وقطاع غزة وفلسطين، وينبغي للنكبة أن تنتهي. وقال إن هدف إسرائيل ونيتها هي تدمير الدولة الفلسطينية، وكل الأدلة تؤكد هذا الهدف الحقيقي، وهو ما أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته في جلسة سابقة بالأمم المتحدة، ومن على منبر الأمم المتحدة رافعا خريطة إسرائيل الجديدة التي تنوي تحقيقها، وهي من النهر إلى البحر، ولن تستطيع إسرائيل أن تمحو فلسطين من على الخريطة، لأن الشعب الفلسطيني موجود ويحب بلده وغيور على أرضه. قال إن العدوان الإسرائيلي على غزة هو محاولة لجعل هذه الخريطة الإسرائيلية واقعا، وأن الأوان لنرسم طريقا مختلفا، والشعب الفلسطيني يجب ألا يحرم من حق تقرير مصيره، ونفترض كفلسطينيين عدم لا نبرر قتل المدنيين ولا مقتل مدني واحد، ولكن إسرائيل تبرر مقتل أكثر من 14,000 مدني فلسطيني، والضحايا يستحقون منا التضامن. إذا حان الوقت لقرارات جريئة وأعمال حاسمة منا جميعا. معنا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، بعد التحية، يعني كيف تبعت هذه الكلمة للمندوب الفلسطيني في جلسة لمجلس الأمن الدولي؟ يعني خلينا أقول لك كلمة معبرة أشار فيها أن وقف إطلاق النار أنقذ مزيد. ألو ألو
دكتور مختار. ألو أسمعك بوضوح، تفضل. ألو، يعني كلمة معبرة أشار فيها إلى يعني أن إيقاف إطلاق النار أنقذ استشهاد المزيد من الأطفال والنساء، وأنه نحتاج إلى هدنة دائمة، وأنه يعني ما فعلته إسرائيل داخل قطاع غزة من دمار وهلاك لا يتساوى مع أي شيء آخر. وكانت كلمة الحقيقة معبرة مرحب بها بالوصول إلى هذه الهدنة الإنسانية إلى حد كبير جدا، يحتاج قطاع غزة إلى مزيد من الهدنة الإنسانية أو إيقاف إطلاق نار دائم لدخول مزيد من المساعدات الإنسانية وما يحتاج هذا القطاع. نعم، طيب يعني اليوم كان هناك قمة مصرية أردنية، كيف تابعت هذه القمة في هذا التوقيت والتنسيق المصري الأردني ورفض البلدين للتهجير القسري للفلسطينيين؟ يعني خلينا أقول لك قمة مهمة جدا وللغاية، ومتصور أنه حجم الاتصالات المصرية الأردنية على مستوى يعني سيادة الرئيس والعاهل الأردني أو على مستوى المسؤولين لم تنقطع، لأنه الواقع الفلسطيني في أحلق لحظاته، وهناك تنسيق كامل ما بين الدولتين باعتبار أن الدولتين معنيتين بمسألة التهجير القسري اللي تحدثت عنه إسرائيل، قطاع غزة إلى سيناء والضفة الغربية إلى المملكة الأردنية، ودي مسألة مرفوضة من قبل قيادتين، ومستحيل على مصر وعلى المملكة الأردنية أن تقبل بهذا الوضع أو أن تقبل بمبدأ حديث إسرائيل عن مسألة التهجير أو النزوح، وأنه أن تظل القضية الفلسطينية حية وأن تكون الدولتين على مستوى مسؤولية حمل هذه القضية مسألة مهمة جدا وللغاية. ومتصور أنه هو لقاء تشاوري سوف يعقبه مزيد من اللقاءات ما بين القيادتين، خصوصا بعد وصول الواقع داخل قطاع غزة إلى هدنة نتمنى أن نصل من خلالها إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وبداية مفاوضات جدية حقيقية يدرك أو تدرك من خلالها إسرائيل بأنه لا بديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. نعم، يعني أهمية هذه الهدنة، وهل 4 أيام كافية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المنكوب؟ يعني هناك منظمات إنسانية قالت إنها غير كافية على الإطلاق. طبعا هم الـ4 أيام غير كافيين، لكن خلينا أقول لك بداية مشجعة بعد كل هذه الأيام من الضربات والهلاك والدمار، فتقدر تقول انه القطاع هيبدأ يرتاح على الاقل. نعم. يبدأ الناس يعيشوا حياتهم بشكل او باخر. هناك اقرار بموجب هذه الهدنة بدخول 200 شاحنات يوميا، وهناك 4 شاحنات سولار وشاحنتي غاز. إذا يعني بداية دخول ما يحتاجه هذا القطاع من خلال هذه الهدنة، ومتصور أنه سوف تعقبها هدن أخرى، خصوصا أنه مصر بتبذل جهد كبير جدا مع الطرف القطري في حجم اتصالاتها بالولايات المتحدة الأمريكية لتجديد هذه الهدنة إلى هدن أخرى، والوصول بقى إلى اتفاق كامل خاص بتبادل الأسرى مع المخطوفين الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. يعني رضوخ إسرائيل لمطالب المقاومة، ما هو دلالته من وجهة نظرك؟ وكيف ترى شروط هذه الهدنة؟ يعني خلينا أقول لك عظم هذه الهدنة أن كان هناك إقرارا صريحا إسرائيليا بشرعية المقاومة اللي تحدثت عنها إسرائيل على مدار هذا الصراع، بأن المقاومة انتهت أو أنه لا اعتراف ولا إقرار بحماس، وأنه علينا أن نبحث عن دور كيفية إدارة قطاع غزة فيما بعد هذا الحرب أو غيره. فإسرائيل تصل في النهاية إلى إبرام هذا الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية أو مع حماس أعطتها شرعية على الأقل على النطاق الدولي والنطاق الإقليمي في هذا التوقيت الحرج. الأمر الثاني، وده أمر مهم جدا، إذا كانت شروط هذه الهدنة
وهي شروط من وجهة نظري سوف تكون من خلالها إيقافا كاملا لإطلاق النار مع 6 ساعات يومية لا يعني لا شيء، لا طائرات تجسس ولا غيره من مثل هذه الأمور، عشان تكون يعني مسألة تبادل الأسرى ما بين الجانبين تسير وفق يعني موضوعية، وخصوصا أن هناك يعني ضمانات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل مصر ومن قبل قطر على ضمان كلا الطرفين بالالتزام بشروط هذه الهدنة وبتبادل الأسرى المتفق عليه ما بين الطرفين. وأنا متصور أن القضية هنا هتكون قضية إسرائيلية مش قضية مقاومة، يعني الخشية من إخلال إسرائيل بهذه الهدنة أو أن إسرائيل تستبيح بعض الأمور بغرض تحقيق مكاسب على الأرض بشكل أو بآخر، خصوصا أنه الأطراف المتدخلة في هذه الهدنة خصوصا مصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية ترغب في تمديد هذه الهدنة إلى هدن أخرى والدخول في يعني في مزيد من إطلاق الأسرى والمخطوفين من قبل إسرائيل. يعني بالنظر إلى الدبلوماسية المصرية مدى نجاحها في إدارة الأزمة منذ البداية عبر الإعلان برفض التهجير إلى مصر، عبر المساعي التي تقوم بها مصر على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تعزيز ثوابت الشرعية الدولية وحشد المجتمع الدولي حولها، كيف ترى نجاح مصر في ذلك؟ يعني شوف، القيادة المصرية كانت قاطعة حازمة بشكل قاطع بأنه مسألة التهجير القسري أو قبول مصر بتصفية هذه القضية يعني أمر مستحيل على مصر أن تقبله، بعد حتى التضحيات المصرية التي يعني خاضتها مصر طوال الأعوام السابقة. الأمر الثاني وده أمر مهم جدا، أن مصر تدرك بأنه مسألة التهجير القسري أو يعني التلميح بقبول ده بشكل أو بآخر ده بمثابة إنهاء لهذه القضية بشكل قاطع، ومصر صرحت بده صراحة بأنه قبول مبدأ التهجير القسري أو يعني بشكل أو بآخر التلميح حتى بمناقشته مسألة لن تقبلها مصر لا قيادة ولا حكومة ولا شعب. ومتصور أن هذا الأمر كان واضحا أيضا من قبل المملكة الأردنية الهاشمية في مسألة التهجير القسري بالنسبة لساكني أو للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومتصور أن الدولتين قاطعتين حازمتين في هذا النطاق، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الإقليمية المؤيدة لهما عليهم أن يدركوا بأنه لا بديل عن حل الدولة الفلسطينية، وطالما هذه القضية موجودة سوف تظل التوترات موجودة، ولابد أن تظل هذه القضية حية، لأن هذه الإبادة التي مارستها إسرائيل وهذا الإجرام الذي طال الحجر والبشر وكل شيء داخل قطاع غزة صعب جدا التضحية به وصعب جدا التخلي عنه، ومتصور بأنه المقاومة اكتسبت أرضية وربما يبنى عليها خلال المرحلة القادمة. نعم، يعني بالتوازي مع ذلك هناك جهود اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لمحاولة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان هناك لقاء مع لافاروف وأوضح ضرورة البدء فورا في الاستعداد لاستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة الدولة الفلسطينية. كيف ترى هذه الجهود العربية وأيضا يعني الدور الروسي في المطالبة بوقف العدوان والاتجاه نحو إقامة دولة فلسطينية؟ خلينا أقول لك، المندوب الروسي يكفي كلمته أنه كانت هناك إشارة إسرائيل بحجيتها في ضرب المشافي وحصار المشافي ومطاردة الجرحى والمرضى داخل هذه المشافي، أن هناك وجود لحماس أو للمقاومة الفلسطينية بشكل أو بآخر، ثم اكتشفنا أن لا شيء. فتساءل المندوب الروسي في الأمم المتحدة أين حجة إسرائيل وأين مقولة إسرائيل في هذا الشأن، ومتصور أنه الروس والصينيين هم أطراف مؤيدين للحق العربي ومؤيدين للحق الفلسطيني لا شك في ذلك، وأنه يعني أنت بتكسب أرضية من خلال كذبك للكثير من المواقف الدولية. وأنا أتصور أنه حصل شكل من أشكال التعاطف حتى الغربي اللي احنا كنا ننظر إليه
في بداية هذه الأزمة بأنه منحاز كاملا إلى إسرائيل، لكن شفنا بلجيكا وشفنا أسبانيا وشفنا أيرلندا وشفنا الدنمارك وشفنا إقالة وزير الداخلية إنجلترا وشفنا مظاهرات خرجت في الشوارع لكامل وكثير جدا من دول العالم الغربي، وده كسب الأرضية أو القضية الفلسطينية أرضية كبيرة جدا، ومتصور لعب دور كبير في يعني إعادة توجيه قادة كثير جدا من دول العالم الغربي ناحية هذه القضية ومحاولة انصافها، وبدأت حديث متغير تماما، ومتصور أن هذه الحديث ربما تكون أحدثت شكل من أشكال التغيير في الداخل الإسرائيلي. نعم. أشكرك دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومعنا هاتفيا الأستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ محمد، يعني برأيك لماذا تأخر التوصل لاتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، وهل تعتقد أن إسرائيل ستلتزم بهذه الهدنة أم قد تخرقها بعد تبادل الرهائن والأسرى؟ والله أنا في تصوري أن يعني تأخر في قرار الهدنة للمرة السادسة على التوالي رغم المساعي الكبيرة التي يعني تمارسها الدول الوسيطة سواء كان مصر أو قطر أو العديد من الدول العربية أو الدول المعتدلة، في تصوري أن هناك تعنت من قبل بنيامين نتنياهو في التعاطي مع استمرارية آلة الحرب وعملية القتل الممنهجة من قبل بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف. بنيامين نتنياهو يعلم جيدا أن أيامه أصبحت معدودة في سدرة الحكم، وبالتالي هو يريد تحقيق مكاسب على أرواح الشهداء والأطفال والنساء. شهدنا أكثر من 14,500 شهيد حتى الآن، هناك مجازر ما زالت ترتكب على الرغم من الإعلان عن هدنة وتبادل للأسرى، إلى أن ما زالت هناك إصرار من قبل آلة الحرب الإسرائيلية على المضي قدما في عمليات القتل. في تصوري أيضا أن كان هناك ضغط من قبل العديد من قوى الاعتدال، وخاصة نحن شاهدنا أيضا أن اللجنة الوزارية المشكلة من القمة العربية الإسلامية زارت العديد من العواصم، بكين، روسيا، أيضا إنجلترا، لبحث وقف التصعيد والهدنة وأيضا إدخال المساعدات بشكل دائم، بالإضافة أيضا إلى ضرورة أن يكون هناك حل سياسي لهذه الأزمة بعيدا عن فكرة التهجير القسري، بعيدا عن فكرة التهجير الطوعي. في تصوري أن هناك العديد من الأطراف التي تضغط على الجانب الإسرائيلي لقبول الهدنة، أيضا هناك منظمات دولية، الصليب الأحمر على سبيل المثال والهلال الأحمر وغير ذلك، وهناك مساعي من الدولة المصرية وقمة مصرية أردنية نعقدت اليوم لتوحيد الرؤى في التعامل مع هذه التطورات الجديدة، سواء كان بالنسبة لإدخال المساعدات، سواء كان بالنسبة للتعامل أيضا مع الحلول السياسية لهذه الأزمة. إسرائيل إذا لم تلتزم إسرائيل بالهدنة، أعتقد أن الوجه القبيح لإسرائيل ظهر، والأكاذيب والإدعاءات الكاذبة من الجانب الإسرائيلي تضحك للعالم وأمام على شاشة التلفاز وأيضا أمام الدول، أن إسرائيل إذا لم تلتزم بها الهدنة في تصوري أنها سوف تدفع الثمن غالي من خلال يعني الشارع العربي والإسلام وأيضا الشعوب الحرة. نعم أستاذ محمد، يعني شروط الهدنة أو هذه الصفقة تتضمن السماح بدخول 300 شاحنة مساعدات يوميا من مصر إلى غزة، أهمية ذلك وقراءتك للدور المصري في التوصل لهذا الاتفاق بجانب قطر والولايات المتحدة؟ يعني أنا في تصوري أن قبل التصعيد كان 500 شاحنة تدخل إلى قطاع غزة، يعني عندما نطالب ب 300 شاحنة أعتقد أن هذه المساعدات تمثل عنصر رئيسي في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع. أيضا الدور المصري والمجهود المصري مجهود شهد به العالم كله، خاصة مع سواء كان صندوق تحيا مصر، سواء كان تحالف الوطن للجمعيات الأهلية والتنموي، سواء كان أيضا لوزارة الصحة المصرية وما قامت به من تسخير جميع الإمكانيات البشرية وأيضا المستشفيات والأتقن الطبية وغير ذلك، أكثر من 37 مستشفى ما بين ميداني ما بين متنقل ما بين ثابت، مجهود كبير أشادت به جميع دول العالم، وأشاد بايدن أيضا
في الجهود المصرية في احتواء الأزمة. وبالتالي نحن أمام فرصة حقيقية لمحاولة التهدئة إذا لم تلتزم إسرائيل، في تصوري أن سوف يحدث أمور لا يمكن أبدا أن نتوقعها، لأنها سوف تتسع رقعة المصادمات، وأيضا أعتقد كمان أن هناك ضغوط سوف تمارس على اليمين المتطرف داخل إسرائيل. يعني بالتأكيد تابعت القمة المصرية الأردنية اليوم بالقاهرة، ما هي قراءتك الأهم، ما تناولته هذه القمة والهدف منها، خاصة بعد إعلان توصل الهدنة بين حماس وإسرائيل؟ يعني طبعا القمة مخرجاتها واضحة، ضرورة أن يكون هناك هدنة دائمة، ضرورة إدخال المساعدات، توحيد الرؤى في التعامل مع الأزمة ومع القضية الفلسطينية، لابد من مخرج سياسي لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية وحل الدولتين بشكل سريع جدا من خلال المنظمات الدولية وأيضا الدول الفعالة، والضغط على الدول التي لها دور في عملية السلام. أيضا في تصوري أن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحا وصريحا في أن الأزمة لابد أن تحل، لا يمكن حل الأزمة الفلسطينية على حساب الدول المجاورة سواء كان مصر أو الأردن، وبالتالي تراب سيناء أو الضفة أو غير ذلك هو خط أحمر بالنسبة للدول الجوار. في تصوري أيضا أن القمة لها دلالة مهمة جدا، وأن هناك توحيد ووحدة في الرؤى بين الجانب المصري والجانب الأردني، وليس بمنأى أو بمعزل عن الموقف العربي. أيضا الموقف العربي والموقف الأمم المتحدة يدعمان الموقف المصري والموقف الأردني. نعم، شكرا لك أستاذ محمد حمادة نائب رئيس تحرير الأهرام. ومشاهدينا الكرام، وصلنا نهاية هذه التغطية المباشرة، أشكر لكم حسن المتابعة، تحياتي، إلى اللقاء.